الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أنا السيدة صحراوي خيرة، رئيسة جمعية تاع المعاق حركي التبادل السياحي، وراني ننشط من مدة من 99، وعندي يعني في لي زاكتيفيتي مونسويال، كما الباني عندها مونسويال، وعندي تاع الأعياد الدينية والأعياد كل الأعياد يعني في المناسبات. ونشكر الشكر الجزيل يعني المحسنين اللي راهم معاونيني، نشكرهم الشكر الجزيل اللي وصلنا لهذا العدد وفوتنا رمضان غايه وصلناها 820 ونشكر ثاني المحسنين اللي عاونوني في لي توني، رانا واصلين بور 200 بيرسون، والعمل ثاني الختان تاع الختان رانا واصلين بور 60 انفان، عطيناهم درنا لهم لي رونديفو ونعطيهم حنا لي توني، هما يروحوا لوبيتال عندهم ستادير سي با اونسومبل، كل واحد راه عنده لو رونديفو تاعه على حسب البرنامج. على حسب البرنامج. ونشكر السيد الوالد ولاية سيدي بلعباس بالتواضع، الشكر على الشكر التواضع، يعني التواضع لهذ الفئه المحرومه اللي يقربها ويجي عندها صافي بليزير. فرونشمون راني شحال من عام انا مازال والي ما دناش ليا ولا مير ولا شاف دايره ولا حتى حتى للوالي هذا، نشكره الشكر الجزيل، لو كاع ما عطانيش بصح كي جا عندك هاد المساكين ويعني قسمنا معاهم هاد المحنه وعنقهم ويعني حسوا بلي راهم يعني مطمئنين مع هاد الوالي، نشكره الشكر الجزيل. ونشكر السيد عثماني محمد اللي رحلنا هاد الصاله، يعني وقت ما نديروا المبادره تاعنا هذا رمضان، نشكر الله تعالى هو الاول، نشكر المحسنين ونشكرهم الشكر الجزيل، يعني وصلنا 820 باني، وهذا الباني كي يوصل للعدد تاعه الثمن هو 350 فيه 10 كيلو فارين 5 كيلو الويل 2 كيلو سكر 3 كيلو دو كوسكوس 1 كيلو دري 1 كيلو دو بواشيش 1 كيلو طومات 500 غرام دو كافي 500 غرام دو بار. وجو ريميرسي تو لي هاد المحسنين اللي ساهموا لو بالقليل لو بكلمه طيبه، نشكرهم. جو سوي دو 99 كونت اون دي 99 راه شخص عمر، راني في الجمعيه راني نساعد في الناس، جو فور الباني مونسويال بدون سيفونسيون، جي جامي تلاقيت يعني مبلغ مالي ولا لا من لابيسي ولا من لا ولايه ولا من حتى نخلف يعني المحسنين، ونشكرهم الشكر الجزيل اللي عمرهم يعني ردوا لي طلبي وكل وقت كانوا يعني مسؤوليه. عندهم مقهى وين؟ عندي المقهى تاعي في سيد جيلاني في بن حموده، كونت اون دي بن حموده سي بن حموده فرونشمون لو كارتي اللي شامل من النسوي الفئه المحرومه اللي راها قاعده من وراه ما عندهاش واش تاكل، نشملوا العائلات المعوزة اللي رجعوا هانديكابي الأيتام اللي ما عندهمش، ونتعاونوا واليد باليد، وهذه هي الجمعية، هذا هو لو رول دو لاسوسياسيون، أوني كو دو فاكتور، موا جو فاكتور كو جو بخو لا لتر ونديها نديها فيها واجب الحاجة. شكرا وربي يعاونك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، وميرسي سي جونتي وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مع المتقى عيدين نشكر السلك الديني بصفة عامة، والحمد لله على هذا التكريم الذي قامت به الجمعية الخيرية لليتامى والمعوقين في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، وهذا الشهر المعظم شهر القرآن شهر الغفران شهر الرحمة. ونشكر المحسنين اللي وقفوا وبادروا وساهموا وساندوا بعضهم البعض وفرحوا هذه المعوقين واليتامى، وهذا هو الدين الذي وصلنا عليه نبينا الله سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ولو بشيء قليل. إن المساندة تاع اليتيم يكفيه الإنسان، والحمد لله بشرى لشعبنا الجزائر اللي في مساندته لبعضه البعض وتلاحمه، ومشكور بصفة عامة من رئيسها إلى
إلى أقصى حد من الذين قاموا ووقفوا على قدم وساق على هذا المجهود في هذا الشهر المبارك بالإطعام بالألبسة إلى آخره. كل من قام بشيء خيري والله يجزيه والله يخلف له ما نفقه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن شاء الله. ونشكر الصحافة اللي راهم يتبعوا في هذا العمل الخير ولهذا النشاط ولهذا كل شيء كبير وصغير، كل شيء يقوم به ولو شيء قليل. وما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا ولو بشق التمرة. كل إنسان على حسب الطاقة تاعه، وإحنا الحمد لله رانا نشاهدوا المحسنين، نشاهدوا أهل الخير، نشاهدوا المسؤولين تاعنا، نشاهدوا شعبنا، نقول لهم أحسنتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المحسن له نقول له أحسنت. الله يحسن بنا إن شاء الله، والله يدخل علينا إن شاء الله، يجعلنا الله سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا الشهر المبارك، وكل واحد يأخذ الجائزة تاعه. الله لا يخيب فينا حتى أي إنسان إن شاء الله، إن شاء الله كان أخذ الجائزة تاعنا كما أخذوا أطفالنا وبناتنا في الامتحانات تاعهم إن شاء الله. الله يكرم الجميع والله يوفق الجميع، وعيدكم عيدكم مبارك، وكل عام والجزائر بخير إن شاء الله. والله يحفظنا، والله يحفظنا في وطننا لنا، الله يحفظنا في شعبنا إن شاء الله، والله يجعلنا إن شاء الله دائما نكونوا في تلاحم في المحبة في المودة. الله يقوي إن شاء الله خيرنا ويهنينا في وطننا، والله ينصر المسلمين في أي مكان، في فلسطين، في سوريا، في العراق، الله ينصرنا وينصر المسلمين جميعا. والله عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ونشكر هذا الرئيس الجمعية هذه اللي راها قائمة ووقفت في هذا الباب تاع الخير إن شاء الله. الله يفرحنا ويفرح كاع جميع المسلمين ويفرح كل إنسان قام ولو كلمة طيبة، ولو بكلمة طيبة. الله إن شاء الله ربي يخلص الجميع. شكرا.